عشان تكتمل صناعة النقل في مصر يكون في ركن الانضباط ضبط الربط مش يتحقق إلا بوجود عدالة نجسة. ودي كانت الفكرة اللي أنا عرضتها على معالي الوزير. معالي الوزير يعني حقيقي يعني كانت الاستجابة يعني على طول فورا، لأن ده احتياج لينا في وزارة النقل إن احنا يبقى عندنا آليات قوية لإنفاذ القانون وتطبيق القانون. دايما أنا بقول اللي بيبقى خارج القانون نسبة ضئيلة جدا جدا من الشعب المصري تعكر صف الغالبية من الشعب المصري، وهو ده اللي احنا الحمد لله تحقق يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدعم القوي مع زميلي واخويا الاكبر معالي وزير العدل.